الإمام الحسين ليس فقط لم يغسل ولم يحنط ولم يكفن ولم يدفن، بل الإمام جمعت أوصاله من أطراف كربلاء. الإمام زين العابدين جمع أوصاله حتى تمكن من دفنه، وضعه على حصيرة وأنزله في ملحودة قبره. عادة الميت يا مؤمنون إذا لقن الشهادة تنظر دائما إلى عينه، تنظر إلى خده، إلى وجهه، تخاطب وجهه. ولكن زين العابدين سلام الله عليه ماذا خاطب من أبيه الحسين؟ نظر إلى النحر الشريف وصار يخاطب نحر أبيه. طوبى لأرض تضمنت بدنك الشريف.